محمد العمالي، سويدي الأوراق، سوداني الهوية، يسكنه حماس دفاق للإسهام في حلحلة مشكلة مياه الشرب في السودان. تواثق مع صديقه توماس سكينجر الذي يملك خبرة وافرة في مجال نقاء المياه. We are here together with the Lion for development to introduce an ecological water treatment system. And I'm representing the company of Josab International. We have a unique method that is based on the natural material, and it is a mechanical purification, which means that we remove all the particles mechanically. بصراحة يعني الموية نقية وفعلا طعم الموية الحقيقي وفي نفس الوقت ما فيها كيميكلز وفي نفس الوقت حسب التريتمنت اللي ذكرها مستر توماس انها هي خاليه من اي الحقيقه. احنا في زياره للسودان مع شركه جوسب السويديه المتخصصه في تنقيه المياه بطرق طبيعيه ما تستخدم فيها اي انواع من الكيميكال، ودي طريقه جديده تنفرد بها وتختص بها الشركه السويديه الوحيده في العالم انه تمتاز بالتكنولوجيا اللي هي تكنولوجيا تعتبر جديده في السودان. وقمنا بعدة تجارب في مياه النيل الأزرق ومياه الأبار الملوثة بمادة الأمونيا والمياه الملوثة بمعادن وبعض الطفيليات والبكتيريا، خالية من أي بكتيريا وخالية. لاحظ أن المياه هنا فيها شوائب ووسخانة، في النهاية دي النتيجة المحصلة الأخيرة أنها مياه نقية نظيفة كالرلس زي ما بيقولوا، بدون لون وطعم، بدون طعم غير طعم المياه. نحن طبعا حضرنا التجربة اللي قامت بها شركة جوساب في دار النفط واللي استخدمت فيها الجهاز من أجل تنقية مياه النيل، ومن النظرة المعاينة الأولى اتضح الفرق الواضح ما بين الموية الخام والمياه المعالجة بهذه التقنية. وعندنا التحاليل الآن قدامي، والناحية من ناحية جرثومية بالحقيقة لما شغلوا الجهاز ده على مياه النيل كانت النتيجة إنها بدل ما كانت فيها 30 مستعمرة بتاعت بكتيريا بقت صفر، وبقت المياه صالحة من ناحية جرثومية تماما وسيف درينكينج ووتر. كانت هنالك في بعض المواقع مشكلة الأمونيا وتم حلها تماما بعد أخذ عينات للمعمل وظهور النتائج. نفس الشيء تم بالنسبة لكسلة، أيضا هناك كانت مشكلة البكتيريا، وأيضا بعد إجراء التجارب المعملية وكان في تجارب تمت وكانت النتيجة كلها نيجاتيف، وكان مفاجأة لكل الناس المختصة في المياه من مهندسين وأصحاب خبرة، وكانت تعتبر هم باعتراف منهم قضية جديدة والسودان محتاج لها.